للأسف يركز على قضية واحدة وهي الرفع من 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 الأجور ديال الأساتذة، وكأن الرفع من الأجور ديال الأساتذة هو العصا السحرية التي ستمكن أبناء المغاربة من الجودة ديال التعليم. وهذا فيه، اسمح لي نقول، فيه حتى واحد النوع من الانتقاص من 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 رجال ونساء التعليم، كأنهم ناس كيطلبوا يعني مطالب مادية. حيث تحققت المطالب المادية إذا نرجعوا للمدرسة، لماذا التجريب إذا كنا في هذه المدارس الريادة نطبق أشياء هي من البديهيات في مجال التربية بالنسبة للتدريس في هذه المؤسسات؟ لأن نقول مثلا في هذه المؤسسات عندنا الدعم التربوي طبعا من المهام الأساسية ديال المدرس، وكتكون في المهام الطبيعية العادية ديال المدرس. نطبق ما سمي بمنهجية جديدة للتدريس، ما سمي بالتدريس الصريح، ومن بعد نتحدث عن منهجيات وممارسات بيداغوجية جديدة، في حين أن كما قال السي الصمدي الجودة تتطلب أن يكون لدينا ليس مدرس محفز فقط، ولكن مدرس مكون. متتبعينا، مرحبا بكم في هذه اللقاءات التي اخترنا لها عنوان التعليم إلى أين، والتي ننظمها بشراكة مع مؤسسة أماكن لجودة التعليم بمشاركة الأستاذ عبد الناصر ناجي رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، والأستاذ خالد الصمدي وزير سابق وأستاذ التعليم العالي. قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش مؤخرا حصيلة عمل حكومته بمناسبة مرور نصف ولايتها، وتحدث عن حصيلة الحكومة في قطاع التربية والتكوين. بداية، إذا أردنا أن نناقش هذه الحصيلة على مستوى قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي، هل يمكن أن نتحدث عن مرجعية أو منهجية لتقييم هذه الحصيلة خلال هذه الفترة؟ شكرا جزيلا سي بلشكار ولجمعية أماكن على فتح هذا الورش بانخراط وسائل الإعلام، وربما أول وسيلة إعلامية ستتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل. أعتقد أن أي تقييم كيفما كان نوعه، لأنه هذا تقليد حكومي وتقليد دستوري، وأي تقييم لابد أن تكون له منهجية وأن تكون له مرجعية، لأن التقييم يستند أولا إلى التزامات البرنامج الحكومي المعلن عنها والمصادق عليها في البرلمان، والتي تشكل تعاقد ما بين الحكومة وبين المواطن. والشق الثاني طبعا اللي هو خاص، اللي هو القانون الإطار 51-17 الذي يؤطر إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق ملفات معينة وأجال محددة وتمويل وتداخل للشركاء. إذن ما يمكنش بأي حال من الأحوال نقوم بالعملية ديال التقييم دون الاستناد إلى هذه المرجعيات. أنا أعتقد أن السيد رئيس الحكومة لم يشير خلال كلمته من البداية إلى النهاية إلى هذه المرجعيات، خاصة القانون الإطار 51-17. أنا تبعت الكلمة كلها، كانت غنية بالمعطيات والأرقام وما إلى ذلك، ولكن لم تكن تلتزم بهذه المنهجية ديال عرض الالتزامات ديال البرنامج الحكومي، عرض مقتضيات القانون الإطار، وفي ضوئها ما الذي تحقق، ما الذي لا يمكن أن يتحقق. وبالتالي كانت العملية ديال عرض الحصيلة بحال إلى في الهواء، مفتوحة وغير منضبطة لالتزامات معينة ومحددة، الشيء الذي جعل القراءات ديال هذه الحصيلة يمكن تكون قراءات كثيرة ومتعددة، في غياب طبعا قراءات المتخصصين. قراءات المتخصصين كتعرف بالضبط على أنه في البرنامج الحكومي كاين مثلا الوصول إلى 80% في واحد الملف، شحال وصلنا؟ واش وصلنا ل 50%، وصلنا ل 40%، 60%، وعلاش؟ هي يعني هذه الحصيلة المرقمة في ضوء مرجعية للتقييم. نعم. أستاذ عبد الناصر ناجي، إذا غادي نعطيك التعقيب على هذه النقطة المتعلقة بالمنهجية طبعا، ولكن
من أهم المحاور اللي أثارها البرنامج أو حصية البرنامج الحكومي هو عنوان كبير اللي هو مدرسة الجودة والنجاح، واللي توضعت فيه واحد ثلاثة ديال الأهداف: زيادة مكتسبات التلاميذ الابتدائي، زيادة أنشطة الموازية بالنسبة للتلاميذ، تقليص الهدر المدرسي. اليوم يعني واش يمكننا نقوله بأننا عندنا معطيات مرقمة لتحقيق هذه الأهداف؟ وطبعا عندما نتحدث عن المعطيات ينبغي أن نرجع إلى المرجعية التي نعتمد عليها لاستقاء هذه المعطيات، وبعلاقة بموضوع المنهجية كما قال السي الصمدي ليست واضحة في تقديم حصيلات الحكومية، لأنه المنطق في الحصيلة الحكومية هو أن ننطلق مما هو مسطر في البرنامج الحكومي، ثم نقارن ما أنجز في هذه المرحلة مع ما هو مسطر، طبعا مع استحضار أنها هي فقط مرحلة في تنفيذ البرنامج الحكومي، وأن البرنامج الحكومي ما زالت أمامه سنتين ونصف لتنفيذه، ولما لا تقديم ما هي الإكراهات التي حالت دون تحقيق ما هو مسطر في البرنامج الحكومي. ما يلاحظ على الحصيلة الحكومية هي أنها حصيلة وردية كما يقال، يعني كانت متفائلة جدا، بل أن رئيس الحكومة قال بأنها حصيلة غير المسبوقة وفاقت حتى التوقعات. وطبعا هاد المنهجية في تقديم الحصيلة أو هاد النفس التفاؤلي المبالغ فيه في تقديم الحصيلة بالضرورة سيفضي إلى تقديم معطيات غير صحيحة، وهي ما نربطه بسؤالك المتعلق بالجودة وبالأهداف الاستراتيجية التي حددتها خارطة الطريق. لأن لا ننسى أن البرنامج الحكومي لا ينفذ مباشرة، البرنامج الحكومي يحول إلى مخططات قطاعية. المخطط القطاعي في وزارة التربية الوطنية هو ما سمي بخارطة الطريق. خارطة الطريق حددت ثلاث أهداف استراتيجية، وعندما نقارن ما أنجز لحد الآن مع هذه الأهداف الاستراتيجية سنجد بأن تقريبا لم يتحقق أي هدف. مثلا الهدف الأول مضاعفة نسبة التلاميذ الذين يتحكمون في التعلمات الأساس في الابتدائي، بشهادة الوزارة نفسها تقول بأن نسبة المتحكمين تراجعت، لأن هناك رقم كان قد أعطي من طرف السيد وزير التربية الوطنية بأن تقريبا 78% لا يستطيعون قراءة نص بسيط باللغة العربية، وتقريبا 80% كان سابق، ولكن بعد ذلك جاءت معطيات أخرى مرتبطة بمثلا التشخيصات التي أنجزت في مدارس الريادة، لأن مدارس الريادة كان هناك تقييم تشخيصي في عند انطلاق الدراسة في شوتنبير، وبعد في نوفمبر كان هناك تقييم آخر لمعرفة مدى التقدم الذي حصل. تقول لنا الوزارة بأن في بداية شوتنبير تمت الوقوف على اختلالات كبيرة في مجال التعلمات فاقت ما كان قد ذكر في بداية الولاية الحكومية، وهذا يعني بأن هناك تراجع على مستوى الهدف الأول. أنا لا أريد أن أعود إلى تقييم بيزا، لأن تقييم بيزا يهم التلاميذ في سن 15 سنة، وخارطة الطريق وهذا اختلال آخر سنعود إليه في وقت لاحق، خارطة الطريق ركزت على التعليم الابتدائي ولا تذكر في الأهداف الثلاثة لا تذكر باقي أسلاك التعليم. إذن فهدف الهدف الأول. الهدف الثالث المتعلق بالهدر المدرسي، نعرف بأن حسب الأرقام المقدمة من طرف الحكومة بأن 350 ألف تلميذ غادرت مقاعد الدراسة، في حين هذا الرقم كان في 2021 كان لا يصل إلى 250 ألف، وفي السنة 2022 كان 334 ألف، بمعنى أننا في وتيرة تصاعدية للهدر المدرسي وليس في وتيرة تراجعية كما حددت ذلك خارطة الطريق. وبالتالي أقول أن الحصيلة الحكومية رغم ما قيل بأن هناك تفاؤل بأنه حققت مجموعة من المكتسبات، عندما نعود إلى الأرقام
نجد بأن هناك تراجع على مستوى تحقيق المؤشرات المحددة. أستاذ الصمدي، مش ممكنش نقوله بأن بكل موضوعية بأن يعني الوقت غير كافي باش نقوله خلال سنتين ونصف نحقه هذا الهدف ديال مدرسة الجودة والنجاح، ونحقه هذه الثلاثة ديال الأهداف ديال المكتسبات، تقليل الهدر المدرسي، الأنشطة الموازية، خاصة أنه خلال هذه السنة كان إضراب يعني طويل ديال الأساتذة. واش نمشي بالسابق الأول نقولوا بأن ممكن أننا نحققوا هذه الأهداف هذه؟ وكاين هنا جوج ديال الملاحظات أساسية. الملاحظة الأولى مسألة الجودة، باش نكونوا موضوعيين، وتحقيق الجودة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتمد على مؤشرات جزئية خلال سنتين ونصف، لأن الجودة هو هدف متوسط المدى، والمؤشرات ديالو مؤشرات واضحة معروفة على الصعيد الدولي. وبالتالي إلى هذه الجودة حاولنا ما أمكن أننا نترجمها في مؤشرات، بحيث أننا يمكننا نقول أنه حققنا بعض المؤشرات في اتجاه تحقيق الجودة، كيمكن يكون تقييم موضوعي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نتحدث عن الجودة ضمن مؤسسات الريادة، نتكلم لغة الأرقام التي تكلم بها رئيس الحكومة نفسه في الحصيلة حينما تحدث عن أن هذه التجربة الآن مطبقة في 600 مؤسسة ونيف 626 مؤسسة. إذا خذينا بعين الاعتبار أنه العدد ديال المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني كاد يصل إلى 13,000 مؤسسة، يمكننا نقولوا ما يمكنش بأي حال من الأحوال نبنيو على هذا الرقم الصغير نتائج، ونقولوا مثلا أن التحكم في اللغات مثلا، والتحكم في الرياضيات، والتحكم في اللغة العربية واللغة الفرنسية ارتفع بالنسبة هكذا قال السيد رئيس الحكومة، ضعفين في اللغة العربية، 3 أضعاف في اللغة الفرنسية، 4 ديال الأضعاف في الرياضيات. أنا تنقول هل هذه العينة التي اعتمدت في عملية التقييم بأبسط قواعد البحث العلمي التي يعرفها الطلبة ديال الإجازة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبني عليها ونقول راه حققنا هاد الطفرة، لأن العينة لا تكفي للحكم. فهذا في تقديري أيضا نقطة فيها واحد شوية ديال المبالغة. وإن كان الهدف ديال الحكومة هو أننا ننتقل من 600 إلى 2000 خلال السنة القادمة، إلى 2000 أو 3000 خلال السنة التي تليها، ما غنكونوش وصلنا ل 50% ديال المؤسسات التعليمية، علما بأن الشعار الكبير المرفوع هو الجودة للجميع. إذا وقتاش غنوصلوا لهاد الجودة للجميع؟ إذا كنا ما كنخلقوش أولا واحد التراكم، لأن القانون الإطار جاء باش يشكل هو نفسه واحد الخارطة الطريق للإصلاح، وبالتالي كل ما حصل تراكم كل ما حققنا نتائج. لكن إذا كانت كل حكومة غادي تجي وتبدأ من نقطة الصفر، معناه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نطمح إلى أن نصل في أفق 2030 إلى ما سطره القانون من الأهداف. وأنا مازال كنتذكر تصريح ديال الوالي بنك المغرب في الوقت اللي أعطى مثال على أنه بعض القطاعات ما غتحققش الأهداف المرجوة، وأعطى المثال بالقطاع ديال التعليم، وتقول بالضبط على أنه السبب هو الإصلاح وإصلاح الإصلاح، دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح اللي كان حضر منها جلالة الملك. إذن دائما هناك إشكال في المنهجية ينعكس على الأرقام وينعكس على قراءة الأرقام. تكلمتي على الوضعية ديال الأساتذة والعلاقة ديالهم أو التوقف ضياع الزمن المدرسي خلال واحد الفترة ماشي سهلة، وكنا قلنا ذاك الساعة أنه يصعب استدراكها، خانديروا العطال وخانديروا دروس ديال الدعم إلى آخره، كتبقى حلول ما يمكنش بأي حال من الأحوال أنها تعالج الإشكال. هذا الموضوع لم يرد، لأنه الحصيلة المفروض أنه السيد رئيس الحكومة يتكلم على الإيجابيات ويتكلم على الإكراهات والصعوبات، وما الذي فعلته الحكومة من أجل تجاوز هذه الإكراهات والصعوبات، وما الذي تم تجاوزه وما الذي لم يتم تجاوزه. الإشكال مع كامل الأسف يركز على قضية واحدة، وهي الرفع من الأجور ديال الأساتذة، وكأن الرفع من الأجور ديال الأساتذة هو العصا السحرية التي ستمكن أبناء المغاربة من الجودة ديال التعليم. وهذا فيه، اسمح لي نقول، فيه حد نوع من الانتقاص من رجال ونساء التعليم، كأنهم ناس كيطلبوا
يعني مطالب ماديه، حيث تحققت المطالب الماديه اذا غنرجعوا للمدرسه، اذا غتحقق الجوده اوتوماتيكيا. فعلا كانوا كيطالبوا مطالب ماديه يعني في الاضرابات ديالهم. سي بلاشكار ما كنقصوش نهائيا من المجهود الذي بذل على مستوى تحسين الوضعيه الماديه لرجال ونساء التعليم، وهذا كان مطلب وسيظل مطلبا بصفه دائمه مستمره. ولكن ان نرهن او ان نراهن على ان هذا المدخل هو الذي يمكن ان يكون مدخلا لتحقيق الجوده، هذا فيه اكثر من علامه استفهام. استاذ ناصر، الموضوع ديال مدرسه الرياده اللي هي النموذج الذي تقدمه يعني وزاره ديال التربيه الوطنيه لاصلاح التعليم، اليوم كما قلنا 626 مدرسه، الحكومه كتقول بانه فوق 2028 يعني بعد الولايه الحكوميه عاد يمكن نوصلوا التعميم، او كاين هناك من يتحدث على 80% فقط. فهاد النموذج ديال مدرسه التمييز بغض النظر على التقييم ديالها، الا يمكن ان تؤدي حاليا وخلال السنوات من هنا 2028 او 2030 الى خلق نوع من التمييز داخل المدرسه العموميه ما بين، وكانت عندنا هاد النموذج ديال مدرسه النجاح ومدرسه التمييز اللي تم التوقيف ديالها، باش ممكنش يخلق لنا هاد المشكل ديال التمييز ما بين داخل المدارس العموميه. هو في بداية تطبيق المفهوم طبعا سيكون هناك تمييز، لأن هناك مؤسسات تستفيد ومؤسسات لا تستفيد، لأن النسبة التي تستفيد اليوم من مشروع مدارس الريادة هي تقريبا 8%، و 8% طبعا لا تشكل نسبة كبيرة بالنسبة لمجموع المؤسسات اللي كاينة في المغرب. مع التدريج وتطبيق هذا المفهوم في المستقبل، وإذا وصلنا إلى تعميم هذا المفهوم، إذاك سيكون طبعا لا يكون هناك تمييز، لأن الفكرة هو أننا اليوم في مرحلة تجريب ثم بعد ذلك نصل إلى مرحلة تعميم. إذا وصلنا إلى مرحلة التعميم، إذاك يمكن القول بأن الفكرة جيدة إذا طبعا حققت الأهداف المنتظر منها. ولكن ما ربما يعاب على المقاربة هو لماذا التجريب إذا كنا في هذه مدارس الريادة نطبق أشياء هي من البديهيات في مجال التربية بالنسبة للتدريس في هذه المؤسسات. لأن نقول مثلا في هذه المؤسسات عندنا الدعم التربوي طبعا من المهام الأساسية ديال المدرس، وكتكون في المهام الطبيعية العادية ديال المدرس. نطبق ما سمي بمنهجية جديدة للتدريس، ما سمي بالتدريس الصريح، ومن بعد نتحدث عن منهجيات وممارسات بيداغوجية جديدة، في حين أن كما قال السي الصمدي الجودة تتطلب أن يكون لدينا ليس مدرس محفز فقط، ولكن مدرس مكون، يعني يكون تكوين أساسي في المستوى المطلوب، وإذاك يمكن لهذا المدرس أن يستعمل البيداغوجيات الملائمة حسب الوضعيات التي تكون لديه في الفصل الدراسي. لا ننسى أن القانون الإطار أو الرؤية الاستراتيجية تحدث عن استقلالية البيداغوجية. استقلالية البيداغوجية تعني أن المدرس يكون قادر على اختيار البيداغوجية، الممارسة البيداغوجية اللائقة. اليوم نتحدث عن ممارسة بيداغوجية تهم تعلمات الأساس، وهي في الواقع ممارسة بيداغوجية تقليدية معروفة، يعني يمكن أي مدرس حتى المدرسين القدماء كانوا يدرسون بهذه الطريقة. اليوم نعود لنفس الطريقة القديمة، وكأن المدرس غير قادر أن يبلور أدواته الخاصة لكي يدرس داخل الفصل الدراسي، بالإضافة إلى ما سمي بعلامة الجودة التي ستتم بناء على معايير، وهذه المعايير مرتبطة طبعا بالأهداف الاستراتيجية الثلاث التي حددتها خارطة الطريق. إجمالا أنا أقول بأن كل هذه الأدوات والتدابير المرتبطة بهذا المشروع، مشروع مدارس الريادة، هي أدوات بديهية كان ممكن أن تعمم منذ البداية، لأنها لا تتطلب، لأن المشكل الذي كان مفروض أنه يكون ملازم لاختيار منهجية التجريب هو إما أنها منهجية جديدة ينبغي تجريبها والتأكد من فعاليتها قبل تعميمها، أو أن الموارد المالية التي تتطلبها هذه التجربة غير موجودة وينبغي أن تكون لدينا هذه الموارد في المستقبل. هذه معطيات أعتقد ليست مرتبطة بمفهوم أو مشروع مدارس الريادة، وكان ممكن
أن يتم تعميم هذا المفهوم منذ البداية.